ختام برنامج جد ولعب مع خيتكم سارة الخضري ومخرجنا يعقوب العبادي والمعد سعد كنعان اللي جاب لنا كل الجوائز. واليوم في ذا جيت مول آخر حلقات جد ولعب، أتمنى أنها تحوز على رضاكم. خلينا نشوف أولى المشاركات. بنات هناك العموم لاعب دور ذيب تحترمي نفسك قاعدة ما تروح تحترمي نفسك. لا طيح تكفى احتاجكم اليوم لا تطيحون. لا تبي ري اللخد. ما يصير. امك تدري وساكتة ما صلخت جلدك. خل نشوف هذه المشاركة شو دي. عفوا السلام عليكم. عليكم السلام. عيد مبارك. عساك من عايدة ان شاء الله. عندي لكم سؤال. اول شيء عادي تشاركين؟ ان شاء الله. ان شاء الله. شو اسمك؟ مبارك. مبارك. عيدك مبارك يا مبارك. وانت شو اسمك؟ حور. حور. عشان تسامي يا حور. الله يسلمك. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لا يحترق؟ سحباء؟ لا. شنو؟ عندي سؤال. الحيوان الذي لا يحترق. تعرفون ولا لا؟ لا. لا. شكرا يا حبيبتي. يقول ويرجع الفضل الاكبر. والله ان قلت شيء يا شيخ حجت. خلاص ماني قايله شيء. عندي لك سؤال. شنو؟ يقول ما هو الحيوان الذي لا يحترق؟ الذي لا يحترق؟ الكنجر. كنجر ما يحترق؟ شكرا. العفو. والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بؤو. السلام عليكم. مساء الخير. عيدكم مبارك. عليك ان شاء الله. ينعاد عليكم صحة وعافية ان شاء الله. الله يكرمك الله يخليك. عادي تشاركون معي؟ نشارك. تشاركون ها؟ شارك. واحد اللي راح يجاوب. اوكي. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لا يحترق؟ الحيوان الذي لا يحترق؟ هو الحيوان الذي لا يحترق؟ حضرتك بتتكلم كده ليه؟ جهاز النطق عندك يعني مخارج الفاظك مش تعرفها؟ قول. قلتي ايه؟ البرص. حاجة شبهه. حاجة شبهه؟ سحلية؟ لا. شكرا. أنا كابو تايا بابا تيرا ما تقلبش فيها بتبت شنفقة. عيدك مبارك. علينا عيدك مبارك. أيامك سعيدة. أيامك سعيدة. من وين؟ مصر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لا يحترق؟ لا يحترق. تنين. هو تنين موجود؟ موجود. هو أسطورة. لا مش موجود. تنين موجود؟ موجود اعتقد. شفتي فين؟ لا مش عارفه. الحيوان اللي ما هو الحيوان الذي لا يحترق؟ مش عارف. سؤال صعب. سؤال صعب؟ معلومات عامه يا اختي. اما قلت لامك اخليها تعذبك وتفكنا منك. عادي تشاركين معي؟ ايه. ساعة مباركة. عادي تشاركين معي؟ سعد جبرك يسلم عمرك. حاره ننطرها شوي. عندي لك سؤال. تفضل. جاوبتي لك عيادي. ان شاء الله. ان شاء الله. قول يا رب. ما هو الحيوان الذي تلفونك اي زين ابي جوجل. ما هو الحيوان الذي لا يحترق؟ لا يحترق. اي والله ما يحترق. تخيلي يا دافع البلد. شو اسمه انت؟ اول شيء قلتي الضب. اي قريب من السمندر كله من الزواحف. قلت لك وش كنت بقرب لك يعني. اي
يعني بجيب لك اياها اقرب. ما جبتيها. بعدين فجأة نطقتيها. اي انا ترى احب اقرا. مطلعة دائما. وشوفي مضحكت انا دارية. انت عليك مني ما تسولفين. ما قطعت ارزاقي. هي قطعت ارزاق؟ اقول لك ايش رايك اعطيك من الهدايا و 200 فلس؟ اي والله صح؟ صح؟ اي شنو قال لها سمن؟ تو خواتر في جات شنو؟ خواتر؟ انت العودة؟ اي انا قايله ساكته هاديه مخليتهم صح. اول عيديه لك من فن الابتكار. لحظه دقيقه خلي مايك كذي دام انت اللي بتسولفين. طلع صوت اوكي اوكي. من فن الابتكار فرعهم الوحيد بالكويت موجود في البلوكات رقمهم 22472272 خليه هني. وعندنا من المتحدة للمختبرات يقدمون 22252255 انزين. المستشفى الدولي يقدمون لك هذه الاستشارة. وعليك نطري ما شفتي شيء. 1-81-371 هذا كذلك مقدم من المستشفى الدولي. ميستري لانسرز ماد ناشونال كومباني يقدمون لك هذه العدسات رقمهم 9-8-5-4-5-4-5-7. وعندنا من سابلي يقدمون لك قسيمة شراء بمبلغ وقت الحلو سويت مومنتس رقمهم 1-8-4-2-6. وعندنا أولى للبنزين هذا أحلى شيء. أحلى شيء هذا أنا بالنسبة لي هذه أحلى شيء. هذا البنزين اللي كرت وخلص ما عندي خردة أدور هذا حلو من أولى. هذه الشركة خلاص تخزني خزات وحطك. طيب زين. لا مسابيح مسابيح ابو عدنان. منو؟ عيد على ابو العيال. بس مو غلط. مسابيح ابو عدنان للكشخة عنوان يقدمون لك كذلك هذه السبحة رقمهم 99-9-6-2-9-6. حلو. عيادة الميدان للاسنان يقدمون لك كذلك هذا الكوبون رقمهم 1-8-3-2-2. وعندنا من 3 بيزي للعسل يقدمون لك 3 حلقات. اعطيها قهوة صبيها قهوة تركز. خليني اركز. هذا اول سؤال باقي الاثنين. ايش طالع؟ شوف هذا واحد صحي جواب صحي. دشي داخل تفشلين اروح لاي وفجتش. ذا 3 بيز يقدمون لك هذه العينات من العسل من اجود انواع العسل يعتبر مضاد حيوي وحائز على مراكز عالميه رقمهم 9156. وعندنا كذلك هذا الكوبون المجاني غسيل للسيارات وتنظيف داخلي رقمهم 1-8-0-3 وحدات من محطه اولى. طلع كله حقك؟ لا اثنين بس. اي زين. كوبون مقدم من حمد كلينك بقيمه لبرنامج جد ولعب رقمهم 6-3-8-0-3-2 أو 6-3-8-0-3 وحدات مكانهم بالسالميه. من ميلر للعطور يقدمون لك هذا العطر رقمهم 6-5-9-7-6. وعندنا من ذا هوب بيوتي صالون يقدمون لك هذا الكوبون رقمهم 5-5-9-6-8-5-8 أو 2-5-3-50-1-6-1. وعندنا من صيدليات يونايتد يقدمون هذه الهديه افرعهم جمعيه اشبيليه جمعيه غرناطه والفروانيه رقمهم 50-700-1-3-7. وعندنا سناب فيت اند سليم نادي نسائي للرياضه بالجابريه حق بعد رمضان. انت نمتي؟ قاعده تستانس عسدوم. حلو. يقدمون لك هذا الاشتراك رقمهم 6-2-8-7-0. واسم الله عليكم خبطينا تملون بقعد هني ما بروح. سبيشال ديزاين يقدمون هذه القطعه المميزه محلهم هني باخر الزاويه تحت بالسرداب. روحي بدلي بس بقول الرقم. مخرجنا ايش فيك مستعيل؟ والله ادري عندك اوردر. لحظه رقمهم 2-2-2-0-4-3-6-7 أو 50-3-40-8-4-5. على فكرة أنا لابسة منهم. أنت زاهيتها أصلا. يا بعد أوه. الله أخجل. يا بعد عمري. زينك حبيبتي بعد. قلت إيش؟ يا بعد روحي.
والله العتمة بعد روح خوياتي كلهم عتمة يا بعد روح لنا الشرف يا بعد عمري طول لي بعمركم هذه حبيبتي عافية سيجنتشر افهم ولا ما افهم؟ حبايبي عليكم بالعافية عيدكم مبارك وكانت هالمشاركة اللطيفة العجيبة خلنا نطلع مع السؤال الجاي مع مشاركة إن شاء الله تكون أحلى واحد يا سلام يا لها من امرأة قشرتنا زقيت غير يا جماعة طلعت العاشرة نار صراحة يعني وين حتى بضيق الخلق استاذة ترى دخت دوخيني يا لمونة صدق والله العظيم صدق لا والله لا ما تحطها بدلت توني ما تحطها باي خلنا نشوف المشاركة يا اختي تعالوا 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 سلام يمه تعالوا اوقفيني 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 اوقفي قدام شو اسمك عفرة عفرة وعشت اسامي عفرة وانت حصة حصة وين ماما ماما بالبيت ما بيب من جايبك بابا وين بابا بابا عادي يصورون صح حلو وشنو تبوا تقولون قولوا عيدكم مبارك عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير يا اي تي في يا اي تي في يا جدو لعب قولوا يا جدو لعب جدو لعب قولي جدو لعب قولي جدو لعب ما راح اروح انت تقولين قولي جدو لعب جدو لعب قولي جدو لعب جدو لعب شكرا احبكم باي اعطيني بوسه يلا روحي اعطيني بوسه يلا باي يا اختي وجلم قلبنا النور السلام عليكم وعليكم السلام الله بالخير سات الله بالنور عيدك مبارك عادي تشاركين عادي حلو السؤال يقول من اول من استخدم شوكه الطعام شنو عارفه المعنى ما اعرف شكرا زين امشي ولي منك ماري تجمعات السلام عليكم السلام عليكم عيدك مبارك انين عليك تبارك عادي تشارك اي شنو الاسئله السؤال السؤال يقول من اول من استخدم شوكه الطعام ها شوكه الطعام من اول من استخدم شوكه ما تاكل خيارات ما تفشلنا عند الرجاجيل هل شو اسمه هو خيارات بس ما في خيارات ما في ها؟ أعرف ولا ما أعرف؟ ما أعرف شكراً عفواً ولد 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بارك عليك يا حبيبتي أول شيء عادة تشاركين معي؟ حلو سؤالي يقول ما اسم جوجل؟ تقوقلي؟ تشاطر من أول من استخدم شوكة الطعام؟ أول ما نستخدم شوكة طعام الصينيين منو؟ الصينيون؟ لا هم لا يستخدمون الشوبستكس حتى ما تعترفين بالشوكة شكراً مصريين؟ لا هو توقف العالم المصريين فاش شكراً أرجوش أمه أرجوش أنتو يختص والله حالات البنات يما عفر الحلوة سلام عليكم السلام ورحمة الله مسنو الرعافية الله يعافيك عادي تشارك معي؟ حياك الله الله يحييك طول بعمرك يا رب السؤال يقول من هو من اول من استخدم شوكة الطعام؟ اول من استخدم شوكة الطعام؟ ايه وقلت حق المساع المشاركين هو ملك بس فرنسي اتوقع ما اقدر اقول سألني نفس السؤال قلت له ما اقدر اقول هيلي او هنري كذي يعني هيلي هنري 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 فرنسي هو اتوقع هنري ولا مو هنري هنري ان شاء الله بس تمام تعالوا صفقوا حق بابا جاوب صح هو يا زين الحنة واللي محني الله يبارك فيكم يا رب مشكورين هم الوحيد موجود في البلوكات رقمهم 22472272 هذه اول هديه العفو عندنا
كذلك هذا الكوبون مقدم من مستشفى الدولي، عبارة عن استشارة رقمه 1-8-1-7-1. عليكم بالعافية، حطهم داخل الكيس عشان لا تجمعهم بيدك، أفضل. المتحدة للمختبرات يقدمون هذا الكوبون، رقمهم 3-2-5-2-2-5-2، لا يضيع، أفضل. وعندنا من أولى هذا البوتشور للبترول والبنزين، رقمهم 1-8-0-3-1، أفضل. وعندنا من ماستري لينسز ماد ناشونال كومباني يقدمون هذه العدسات، رقمهم 9-8-5-4-5-4-5-7، العفو. عندنا كذلك هذه القسيمة الشرائية من سابلي وقت الحلو سويت مومنت، رقمهم 1-8-4-2-6، تفضل. مسابيح بو عدنان للكشخة عنوان يقدمون لك هذه السبحة من المليفي، رقمهم 90-9-6-2-90-6، بالعافية، الله يسلمك. وعندنا كذلك من عيادة الميدان للأسنان يقدمون لك هذا الكوبون، رقمهم 1-8-3-2-2، تفضل. وثري بيز يقدمون وثري بيز يقدمون لك هذا العسل المميز جدا واللي يقوي المناعة، رقمهم 9-1-6-50، تفضل. وعندنا كذلك من جوري سبا يقدمون هذا الكوبون، معهد وصالون جوري سبا، رقمهم 2-2-6-2-5-3-5-2، مكانهم في حولي، عليك بالعافية. صيدليات يونايتد يقدمون لك هذه الهدية، أفرعها جمعية إشبيلية، جمعية غرناطة والفروانية، رقمهم 50-701-37، يسلم عمرك. ذهوب بيوتي صالون يقدمون لك كذلك هذا الكوبون، رقمهم 55-69-8-58-2-5-3-50-1-6-1. كوتوني بوتيك اللي كان يلبسني طوال فترة رمضان، الله يبارك، يسلم عمرك، يقدم هذه الهدية العينية، رقمهم 9-4-1-5-2-8-5-2، تفضل. وعندنا سناب فيت اند سلم، نادي صحي نسائي يقدم لك هذه الكوبون، رقمهم 6-6-8-3-7-0، مكانهم بالجابرية. عود بوتيك للعطور يقدم لك هذه الهدية العينية وهذا العطر، العفو. وكانت هذه هدايانا لك وعيالينا، عليك بألف عافية، عليك بألف عافية. كل عام وانتم بخير. انت بأهل الخير. لا مو انت من أهل الخير، ما بروح انام. وانت بخير. صح. وانتي كل عام وانت بخير. قولي وانت بخير. قولي وانت بخير. يما قلبي. خليهم لك يا رب تفرح فيهم عرايس. العفو، حياك الله. وكان هذا السؤال الثاني، خلينا نشوف السؤال اللي وراه. روحي روحي يا الجكره. انا راح ابكي اخر رمضان، انا بالعيد ما راح اعيد. ما بحالك. لا لا ابو خامه، انت لاقي بنفسك على ابو خامه. والله شايلها بقلبه، والله شايلها بقلبه من ذاك اليوم مال التواير. تقول لي امه صراحه عمي احترم ذوقك. تعال ياي المخرج. ايه؟ تعال ياي جدوله. عطى تعال ياي، عطى تعال ياي. اما السؤال القادم نوعا ما نقدر نعتبره تاريخي عن شخصية تاريخية إسلامية. السلام عليكم. عيدك مبارك. من عيد الفايزين. طيبة. وأنتي طيبة. عادي شاركي معي. تفضلي. من هو سفير الإسلام أو على من يطلق سفير الإسلام؟ إنزين في اختيارات. شنو هذا؟ هذا كلام؟ هذا كلام؟ أسهر الليل وغير ينام؟ موسى. الله شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله. عمتي طيبة. انتي بخير، صحة وسلامة. نعاد عليك ان شاء الله. علينا وعليك ان شاء الله. عادي تشاركين وياي؟ تفضلي. السؤال يقول من هو سفير الاسلام؟ ما في اختيارات؟ على من يطلق هذا اللقب؟ اذا بتقرب انت حلوة كذا الله يعرفك، اقرمت يلا. عثمان بن عفان. شكرا. حبيبي حياك الله. فتش فتش. يعني من حاجة مني؟ يعني تتشابهون تقول بيوت حكومة؟ السلام عليكم. عيدك مبارك. صوت من العيدين إن شاء الله. عادي تشاكي معي؟ إن شاء الله. حلو. سؤال يقول من هو سفير الإسلام أو على من يطلق سفير الإسلام؟
مصعب بن عمير. ما شاء الله تبارك. تونا مدرسين عيالنا. اي مصعب بن عمير. حلو من دراسة عيالك. اي والله من دراسة عيالي. يلا حلو جاوبتي صح. لج من فضل الابتكار دشدش معانا فرعهم الوحيد موجود في البلوكات رقمهم 22472272 على جيش بالعافية. الله يعافيك. عندنا كذلك القسيمة الشرائية هذه من سابلي وقت الحلو رقمهم 18426. وعندنا كذلك الغسيل الخارجي والتنظيف الداخلي للسيارات مجاني من محطة أولى للوقود رقمهم 18023. وعندنا من مستري لانسز مال ناشونال كومباني للعدسات رقمهم 985-45-457 عجب العافية. وعندنا هذا الكومون أو الجيفت كارد مقدم من المتحدة للمختبرات رقمهم 222-522-555 لا يضيع. وعندنا كوبون مقدم من حمد كلينيك بقيمة وقدرها من لبرنامج جد ولعب رقمهم 6380-11-1 أو 6380-222 وكانهم بالسالمية. عندنا من 3Bs يقدمون لك هذه العينات من العسل الطبيعي اللي يعتبر مضاد حيوي وماخذ مراكز عالمية رقمهم 9156 على جب العافية. وعندنا من المستشفى الدولي يقدمون لك هذه الاستشارة رقمه 181-371 عيش بالعافية. وعندنا من مجوهرات العريس الملكي مكانهم بالمباركية مجمع بيته رقمهم 9492-4900 أو 5511-3110 خوش ذهب عندهم قصات حلوة. وعندنا من عيادة الميدان للأسنان يقدمون لك كذلك هذا الكوبون مجاني رقمهم 182-3222. وعندنا كذلك من السور يقدمون لك هذه الخدمات المجانية رقمهم 184-10-10. وعندنا من أطياب الخزامة يقدمون لك هذه الهدية العينية رقمهم 9969-2888 أو 2249-6158 ترى ثقيل شوي شوي. حلو ذا هوب بيوتي صالون يقدمون لك هذه الكوبونات رقمهم 55-69-8-5-8 مكانهم بالجابرية. وعندنا من سناب فت اند سليم كلوب نادي صحي نسائي يقدم لك هذا الاشتراك رقمهم 6683-7-0 مكانهم بالجابرية. وعيدك مبارك عليك. يعطيك العافية ما قصرتوا. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وانتم طيبة. مشكورة حبيبتي. حياك الله. وكانت هذه آخر مشاركة. خلينا نختم. على مدى الفترة السابقة وشهر رمضان الكريم طلينا عليكم في جد ولعب من مواقع مختلفة في جميع تقريبا مناطق الكويت، غطينا كثر ما نقدر كل الفئات المجتمعية وشاركناهم الضحكة وخيبات الأمل عند الخسارة، بس ما خسرنا بسمتهم وما خسرنا ضحكتهم. أتوجه بالشكر الجزيل لإدارة الـ ATV والأستاذ أحمد الفضلي على ثقته التامة في كرو العمل وستاف العمل، إن كان من أستاذ محمد عز، إن كان من المونتاج أخوي مشاري الملا اللي ما قصر بالمقاطع وبالضغط. أنا أول مرة بحياتي أنضغط كذي ضغط للأمانة، بس الأكيد إني ما راح أزعل من أخوي وكلهم عسل على قلبي دام كلنا ضحكنا واستانسنا مع بعض. وكذلك أتوجه بشكل جزيل لمخرجنا الفنان الجميل اللي في أولى برامج المسابقات اللي أقدمها أخرج لي أول أعماله كمخرج الجميل قلباً وقالباً أخوي يعقوب العبادي. ما ننسى كذلك الأستاذ المعد اللي ياب لنا كل هالهدايا وياب لنا كل هالأسئلة الحلوة الأستاذ سعد كنعان. شكراً على طولة بالك معانا وتحملك وفرارتك معانا بالمجمعات على الرغم من تعبك أحياناً. وأقول حق أخونا عبد العزيز العبادي شكراً لما كنت أنت تصر علي إني أقول سينك عشان تسوي سينك بين الكاميرتين. ألف لا بأس عليك في آخر حلقة ما كنت معانا، بس الخير بزملائك الباجين اللي اليوم ختامها مسك ويانا أخوي محمد الشمري وأكيد أخونا مساعد بدر اللي شاركنا في كذا حلقة. كذلك إن ما حل البرنامج إلا بتتر المقدمة والنهاية جد ولعب
اللي هي من تأليف وتلحين وغناء الجميل الفنان صاحب الدم الخفيف أستاذ عادل الفرحان. ما قصرت ورايتك بيضة، شكرا على هذه الأغنية الجميلة اللي راح تصير ترند في الريمكسات سون. وبس والله شكرا، أشوفكم السنة الجاية. شباب هذا سؤال وعطني جواب، خلك قد التحدي وجاوب واربح وطوف وعدي. جاهزين يلا يا شباب، هذا سؤال وعطني جواب، خلك قد التحدي جاوب واربح وطوف وعدي. فايز ولا خسران ما عاد تبقى ربحان، ما طلع كذا زعلان، يعدها لكم سعد كنعان، يجيب جوائز من كل مكان. تدري اكيد تدري كبسر الخضري، يخرجها لنا المخرج يعقوب، وبلش ويانا جد ولعب، بلش ويانا جد ولعب، جد 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 ولعب، يبا جد 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 ولعب، جد 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 ولعب. وبس والله